بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، في موضة جديدة طالعة حق الفاكن ستات. حسبي الله ونعم الوكيل، يعني كذا شخص يبعث لي كذا فيديو وأشوف الفيديو وكوبي بيست، كلهم يسوون نفس الشغلة. شنو هي يا عبد العزيز؟ تيجي الفاكنستا هذه تنام على سرير في عيادة التجميل وتعري خلفيتها وهي نايمة على بطنها. تخيلوا، نايمة على بطنها وحاطة الكاميرا على وجهها ويبين أنها هي نايمة على سرير، والطبيب واعتقد معاه الممرضة أو ممرض آخر قاعدين يلعبون في مؤخرتها العفنة. نعم، معارية مؤخرتها لجل أنه يأخذ خلايا جذعية، لجل أنه يحقنها يكبر خلفيتها، لجل أنه يشفط دهون، لجل 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 جميع تعددة الأسباب، وتعري المؤخرة واحده. نعم، السالفة في النهاية أن شوفوني يا ناس كيف أنا معرية مؤخرتي، صلط ملط أمام رجل غريب يلعب في مؤخرتي، يمسكها يسوي لها مساج، يكبرها يصغرها، وأنتوا تشوفون وتعرفون في تحدي واضح وصارخ للدين، للعادات والتقاليد، تعدي صارخ للأدب وللأخلاق. هذا ما اللي قاعد يحدث من هالعاهرات، ويلوموني يلوموني الفاظ في عليك يا ديوث، يا اللي تتهم الفاظي، روح شوف ايش قاعد يصير، روح شوف المسخره اللي قاعد تصير. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه اخرتها، احنا امه الاسلام، بنات مسلمات يقال انهم مسلمات، تقعد وتضحك وتكعتك وهاي، ولا حد يقول لها شيء، ولا حد يعاقبها، ولا حد يمسكها. وترى بعضهم، لا تقولون لي والله اللي موجودين في الغرب، ترى كثير منهم موجودين في الدول الإسلامية، والناس تعرف انهم عايشين وسطنا، ومخلينهم تضحك وهاي وطايحين خدرني، والله تصدقون، وانا احس انه ما ادري وكانه، ولا تقعد تشرح انه شلون هذا قاعد يلعب في مؤخرة العفنة النجسة. قاتلكم الله. لا، ويقولون عبد العزيز ليش تقول فاكينستات؟ اسمها فاشينيستا، فاكينستات. هالاشكال كل ليلة تنام مع واحد شكل. انت اختي اللي طالعيني الان، يلي تشوفيني، يلي للاسف احنا نشوف بعض الفيديوهات، هل فاكينستات النجسات العفنات العاهرات يروحون تدخل مول ويون البنات عليها وسيلفي، انت تسوي سيلفي مع شرموطة؟ انت بنت مسلمة ترضين على نفسك تسوي سيلفي مع الشرموطة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ايش فيكم يا بنات يا مسلمات؟ انت انسانة مسلمة، اعزك الله بالاسلام، اعزك الله بالحجاب، اعزك الله بالاخلاق وبالهيبة. هيبة، انت لما تكونين انسانة مسلمة محجبة لك هيبة، تنزلين مستواك حق واحدة عاهرة تفسخ خلفيتها عرضة لهالرجل هذا اللي يسمى طبيب تجميل يلعب في مؤخرتها. انت تنزلين من مستواك لانسانة كل ليلة تنام مع رجل غريب وشكل لاجل 100,000 و200,000. هذول هم صاروا سيدات المجتمع. نعم، هذول هم سيدات المجتمع الآن، يتم تكريمهم. وللأسف عندنا بعض الكلاب الحمقى الديوثين الخنازير القوادين من بعض بما يسمى رجل أعمال أو واحد من الكبارية، كل ليلة يجيبها يعطيها 50,000 دولار، واللي يعطيها سيارة، واللي يعطيها مدري إيش، واللي يعطيها فيلا، ولا يا أخي أنتم ما تستحون على وجوهكم. يقول لك والله رجل أعمال، أي رجل أعمال أنت قواد؟ قاتلكم الله. والله فلوسك هذه لا، الله سبحانه وتعالى يسألك عن كل درهم ودينار وريال ودولار، تروح أنت تصرف فلوسك على عاهرات يا قرد. ولو يجيك واحد فقير دولار ما تعطيه، تبتعد عن الأعمال الخيرية وتكتت فلوسك تحت أرجل الشراميط. قاتلكم الله ما أنجزكم. فعلا موضة غريبة أخواني الأفاضل، تحدي، قاموا يتحدون، قاموا يتمادون أكثر وأكثر في تحدي الإسلام وتحدي العادات والتقاليد والمجتمعات. هذه يعني طز فيكم يا حبيبي. ليش طبعا هم يسوون هالحركات؟
ليش؟ ما حد سأل نفسه، لأن في كثير من المسؤولين الكبار، وزير، أمير، فلان، علان، واحد من الكبارية يحتمون فيه. أنتوا تفكرون هذول اللي يروحون تفسخ مؤخرتها وتصور بهالطريقة الحقيرة أمام الناس وتستعرض؟ أنتوا تفكرون هاي ما وراهم حد؟ لا يا حبيبي، وراهم حد. هذه لو مسكوها بالتليفون، ألو طلعوها يا حبيبي، يا طويل العمر هذه ليش نطلع؟ ما عليك يا يبا، أختي في الليل تسلينا ترقص عندنا في الجلسة، احنا مسوين جلسة نبيها ترقص. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عموما في موضوع آخر، طبعا للأسف أنا سويت حلقة عن هذا الموضوع وتم حذف هذه الحلقة وتوجيه انذار لي. انتشر وتسرب فيلم لفاشينيستا معروفة ومشهورة، الموضوع هذا صار له أسبوعين. انتشر فيلم لها وتم تسريبه وظهر مصورينها بدون ما تدري، مصورينها وهي تمارس الزنا، تمارس الزنا، تمارس الجنس، والعياذ بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. انتشر الفيلم هذا وتش كثير من الشباب في الواتساب انشروه وصارت لها فضيحة، وعادي طبعا لا حد مسكها ولا حد كلمها ولا حد قال لها شيء، عادي حلال وحلال وحلال يا حبيبي. سبحان الله، فعلا انتشار هذا الفيلم يؤيد لكم كلامي اللي دائما انا اقول لكم. ليش هذول انا اسميهم فاكن ستات؟ فاكن ستات لان هذه النجسه كل ليله تنام، والله انها الذبان هذه اللي جات عندي الان اشرف منكم يا فاكن ستات، والله الذبانه هذه، هذه الذبانه اللي عندكم تسبح بحمد الله، لكن انتم قاعد تتحدون الله. الفيلم اللي تم تسريبه لهذه النجسه القردة العاهرة يدل ويثبت كلامي لكم ان هالاشكال كل ليلة ينامون مع واحد فاكنستا. لا تقولوا عنهم فاشينستات، هذول فاكنستات، لان كل ليلة واحد يزني فيها بفلوس كشمري. انت تفكر يا اخي، والله مهما سوت من دعايات، انتم مصدقين ان هذول الفلوس اللي عندهم من الدعايات؟ يا اخي انتم 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 اللي قاعد تقولون والله ده، انتم صحيين يا يبا؟ هذه في ليلة، في ليلة تأخذ لها 100,000 دولار، في ليلة يعطونها سيارة ويعطونها فيلا، من وين؟ من وين يا حبيبي؟ من عرق الزنا، من عرق الفرج القذر المعفن. أنتوا ما تشوفونها كل ساعة من هالفاكنستات تطلع وتستعر، شو شو خلفيتي، شوفوا صدري، وكل يوم صدر يكبر والشفايف تكبر والخلفية تكبر، وشوفوا وتصور وهي مدري ليش؟ هذول عضوات في شبكات دعارة، معظم الفاكنستات عضوات في شبكات دعارة، وفي قوادين مسؤولين عنهم. ويأتي رجل الأعمال يشوف، يشوف السناب ويشوف الانستغرام ويشوف هالأشكال، ويتصل في القواد، ألو الشرموطة هذه اللي اسمها كذا كذا أنا بيها الليلة، تبيها طال عمرك؟ إيه حاضر. ويروح ويكلمها ويتفقون على السعر وتروح وتيجي عندكم وتمثل انها سيدة مجتمع، واني انا فلانة وسويت دعاية حق روج ودعاية حق المطعم ودعاية ودعاية. لا يا حبيبي، هي السالفة مش بس فلوس الدعايات، فلوس الدعايات هاي يبقى المظهر الخارجي، هذا يا حبيبي المنظر الخارجي. خلف الدعايات دعارات، هنا دعايات وهنا دعارات. نعم نعم، لازم تفهمون يا ناس، شبكات دعاية وهنا شبكات دعارة. قاتلهم الله هذول اللي انتوا قمتوا، للأسف عندنا بعض المسؤولين وبعض المجلات وبعض القنوات الفضاء، تفي عليكم والله، تفي عليكم والله، تفلتي هذه أشرف من وجوهكم كلكم يا أنجاس. بعض الإعلاميين يستضيفها، انت ايش تلبسين وانت ايش، ويسوي لقاء معها عن حياته، واحدة الشرموطة صارت تطلع في تلفزيوناتنا، في تلفزيوناتنا ونتكلم عن حياة، أي حياة اللي حضرتك أنت تتكلم عن حياة؟ شنو يا حبيبي؟ حياة إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله مما يحدث في أمة الإسلام. هذه أمة الإسلام؟ ألفاظك عبد العزيز، ألفاظك، ألفاظي ها؟ ألفاظي ها؟ قاتل الله النفاق، قاتل الله النفاق. هذول قاعدين يتعرون ويستعرضون خلفياتهم وحضرتك زعلان. أنا نقول عنها شرموطة، شرموطة، شراميم،
قا واو ها ايش عندك؟ ايش عندك؟ عبد العزيز ولدي قاعد، يا ريت ولدك قاعد ويسمع كلامي ويفهم ان هذه عاهرة، هذه عاهرة وهذه شريفة، يا ريت ولدك يفهم، لان بكره اذا كبر بيتزوجها، بيتزوجها شرموطة. افهم. الان في اوروبا الاوروبي لما يجي يتزوج ما عنده مشكلة ان اللي يتزوجها رقدت مع عشرة غيره، ترى هذا بيصير عندنا في امة الاسلام وهو قاعد يصير، ترى بدأ الان في بعض البلدان وبضع عند بعض الشباب. انت تفكر ما صار؟ صار يا حبيبي، وراح يصير زيادة عادي. يعني الواحد بيتزوج له واحدة نايمة مع عشرة قبل غيره، ايوه شنو يعني؟ لان احنا بدينا نزين هالاشكال. للاسف احنا عندنا بناتنا، بنات اعدادي، بنات اعدادي وبنات ابتدائي، ابتدائي في خامس سادس ابتدائي تقول حق امها وابوها يا يبا انا خاطري اسير مثل فلانه. فلانه يا يبا هذه كل يوم راكبه سياره وعندها مجوهرات، يا يبا فلانه ساكنه قصر. ما تدري البنت البريئه ان كل هالمظاهر جات من عرق شنو؟ من عرق شنو؟ الجبيلة يا حبيبي، من عرق تحت، من عرق الفرج، ومن عرق المؤخرات. لابد ان عيالنا يفهمون هالكلام. لا تقول لي والله عبد العزيز انا استحي ولدي يشوفك ولا بنت. انت لانك ما تفهم دينك، انت لانك ما تفهم دينك. انت لو تفهم دينك تفهمون عيالكم في هذا الزمن اللي صار. حسبي الله ونعم الوكيل. والله الواحد احنا في زمن صرنا في غابة، اي غابة، صرنا في مدعرة. الزمن هذا للأسف الجو والمجتمعات اللي احنا فيها مجتمعات دعارة، مجتمعات دعارة. صار يحترم الدائرة، صارت تحترم. واحنا لا، احنا نيابة، شرطة، حبس، يضيق علينا، منع سفر، ممنوع تسافرون، ممنوع تقعدون، ما ادري ايش، نهدد بالقتل. احنا اللي والله لا تخلوني استغفر الله على الواحد، يعني اعصابه كلش فلتت. اخواني الافاضل انا اقول لكم لابد ان الموازين تتصلح، لابد ان نطهر اعلامنا، لابد انا بقول لكم حاجه، انتم تفكرون هالفاكنستات بس اللي تهاجمونهم؟ لا، امسكوا عندنا بعض القنوات الفضائيه، بعض التلفزيونات اللي والعياذ بالله قاعدين وعن عمد وعن قصد يروجون لهالعاهرات. حسبي الله ونعم الوكيل. والله انا اقول لكم فعلا احنا واصلين مرحله في اي لحظه العذاب قد ينزل، في اي لحظه قد ينزل العذاب. اتمنى رسالتكم وصلت.